ايه الممتع في كده؟ انت بنت، الرومانسيه اللي جواكي فين؟ انا كده ما يجي لي في الامتحان اقول له هيجي لك في الامتحان واحد كف ايده محروق. لا بس انا فاهمه الصوره بقى، يعني حتى يوم ما اوصف انا فاكراه. اوكي ربنا يوفقك. بنات طب يلا نبدا بقى. احنا وصلنا فين؟ حاضر يا فندم. احنا بترتيب الانفكشن، استنى كده يا اولاد اما تشوف الدنيا ماشيه ازاي. بصوا اولا لو بالترتيب، ما كلينكس من فضلك. عندي اول موضوع اسمه نزو هوسبيتال اكوايرد انفكشن. عارفين انتوا هوسبيتال اكوايرد انفكشن؟ يعني عيان جاله انفكشن جوه المستشفى. موضوع كوميونتي قوي على فكره، كان اسمه نوزوكوميال هوسبيتال انفكشن زمان قديم. ده موضوع. موضوع رقم اثنين، عندنا مجموعه انفكشن في سكن، حاجه اسمها كاربانكل، وحاجه اسمها تيتانوس، وحاجه اسمها جاز جانجرين، وحاجه اسمها اريسيبلس، وحاجه اسمها سيلولايتس. شوفوا انفكشنز متنوعه قوي، كلها مجال ريتن، يمكن اهمها هي التيتانوس. لكن اسئله بعد كده. معانا الهاند انفكشن، يا ترى هم اخبارهم ايه؟ اللي قدامها اظهر بنين، 2001 تيتانوس، 2002 هاو كان يو مانج هاند انفكشنز ان جنرال، واقول لكم ازاي تجاوب. 2012 تيتانوس، ايوه عليكم السلام. ايوه فندم اهلا بيك. الفتق بالشبكه، ازي حضرتك؟ طيب حاضر. لا انت لما تيجي سيبي لي خبر، انا بقى في العياده على الساعه 10:30. اما تيجي تعالي ايا كان اي وقت، عرفي بس الممرضه قولي لها انا الحاله اللي هتعمل عمليه، قولي له جوه انا ادخلك. حاضر حاضر عيني، ابعتي المعامل معاكي بس. حاضر مع السلامة. مع السلامة. يلا جالكوا التيتانوس مرتين، هاندي انفكشن هوسبيتال اكوايرد انفكشن 2015، اللي هو اول حاجة مكتوبة في الايه، في السيرجيكال انفكشن. معرفش جابوا لي، جابوا سؤال 2016 عند الولاد، 5 كلينيكال تايبس اوف سكين انفكشن. طبعا انا متاكد ما حدش كان مستعد بالشكل ده، انتوا اخركم التيتانوس وخلاص، وموضوع اديكم شايفين، بصوا على الامتحانات يعني ما انتوش يعني. لكن 5 كلينيكال تايبس وب 20 درجه، سؤال طويل جدا ولمنا حاجات كتيره قوي. لا احنا محتاجين نهتم بالسيرجيكال انفكشنز والهاند انفكشن. انا عرفت اللي عندكم خلاص، نبص للي عند البنات. موضوع اقل يمكن، جالهم تيتانوس والهاند انفكشن والجاز جانجرين، تريتمنت اوف جاز من 2009، وعندهم ما فيش حاجه جت بعد كده. اعتقد كده خطه اللعب بانت. هنبدا مع بعض دلوقتي، فاتحين كتاب النظري فوليوم 1، وندخل بقى على الانفكشنز ان شاء الله. اخر حاجه فوليوم 1، بس هو مش في اخر الكتاب يعني، كان في الاول. كل سنه وانتم طيبين. جي اي تي ممتع، جي اي تي ممتع ان شاء الله. عارفين علم بقى كده، علم لذيذ وجميل، وبنمشي بقى سيكونس كده، تحس الموضوع واحد طويل. ان شاء الله ربنا يوفقك. طيب اول عنوان مكتوب قدامنا بوست اوبراتيف ووند انفكشن، من الواضح انه جيل الطلبه بنين وبنات. طبعا لما تيجي تقرا عنه، هو موضوع كوميونتي فعلا، والعرض كوميونتي. هو ايه اللي يعني ايه كوميونتي؟ كوميونتي يعني لما تقول له الاسباب ترجع تقولها ريسك فاكتور، بعد كده ترجع تقولها بريفنشن، بعد كده هي نفسها تريتمنت، يبقى انت كده بتتكلم في الكوميونتي. البريديسبوزنج فاكتورز مين هم؟ يعني العيان ده جاله انفكشن في العمليه، ايه السبب؟ قال لك جايز اندوجينس، وده غالبا اللي بنكتبه في تقارير الطبيه، يعني العيب في العيان. وجايز اكسوجينس مننا. اكسوجينس جايز مننا،
جزم الإكويبمنت يعني الأدوات اللي بشتغل بيها، التعقيم جايز من الكاست، حد عنده دور برد ولا بتاعه ودخل العمليات وعمال يعطس وبتاع، جايز الدريسنج، السيرجيكال تيمز، اندوجينس جايز هو نفسه عنده شيء اداء سسبتبل تو بي انفكشن او انفكتد، يعني عن دايابيتيك فانت جاي تحاسبني على دايابيتيك جاله انفكشن في عمليه، يعني ام سوري ذيس از نوت بوست اوبراتيف هوسبيتال انفكشن، اتس بوست اوبراتيف ووند انفكشن. عموما مين الناس الريسك اللي يجي لهم انفكشن بعد عملياتي؟ واحد بور جنرال كونديشنز، سيستميك اكيد، الدراجز اللي بياخدوا امينو سبريسيف دراجز، موافق، في عناصر لوكال زي بور فاسكولاريتي يعني شغال في منطقه فيها لو سبلاي، بور سيرجيكال تكنيكس، رف هاندلنج، في دكاتره كده تفضل تشد بايديها كده وتشد وتمزع وتعمل وتنخع وتعمل، يعني في جراح يقول لك بيشتغل بالشوكه والسكينه طول ما ايدك، ده بجد يقول لك بيعمل ازاي ده بالشوكه والسكينه، يفتح كده فلازم تكون ديليكيت، لازم يكون عندك يعني مهاره التالنتس كده بتاعت انك مش اي حاجه، ده احنا ما بنعمل زايده، تجيب الزايده ازاي؟ السيكم، تطلع السيكم، تعرف الزايده امشي مع تينيا كولاي، جبنا الابندكس طلعناه بره، عرفت الزايده؟ رجع السيكم، تلاقي الزايده بس اللي طالعه من الجرح كده واحنا شغالين، في ولا في دماغهم الموال، او تلاقي نص مصارينه بره وهو عمال ايه؟ يشتغل. في ناس فاكرين لما بنعمل ريسكشن كولون ولا ريسكشن بتاع، في ناس فاكرين السمول انتستين لما بنرجعها بنرجعها كده بال، عارفين بيرجع الانتستين ازاي؟ انت بتمسك بطن العيان وترفعها وتهزها كده زي الشنطه ويغسله كده، تلاقي محلول ملح جاي لك من فوق وانت بترجعها كده وبتاع عشان ترجع بالطريقه الطبيعيه. ده في ناس فاكرين يا جماعه ان احنا السمول انتستين ديت واحنا بنعملها اكسبلوريشن هي كام متر؟ 6 متر. 6 والله طول عمري اعرف 6 متر، انت جبت المتر ده منين؟ يعني ف 6 متر، فطبعا 6 متر سمول انتست كام كاكولو؟ متر ونص، اللي هي بالنسبه لك 2 متر ونص، متر ونص كولون، كولون يا اولاد الاسندنج والترانسفيرس والديسند، في ناس فاكره والله العظيم ان احنا لما بنعمل عمليه وبنعمل ابدومنا الاكسبريشن يجي يطلع الانتست اللي احنا بنلفها كده، انت فاهم ولا لا؟ اعمل ريدكشن اهو، انت فاهم؟ في ناس فاكرين الكولون بناخده على بيتنا وخارجين كده جراحين، انت فاهم؟ يا ابن الله يبارك لك. وبالتالي لازم تتعامل باسلوب ديليكت، غيره بريزنس اوف فورين بودي، يعني ايه دي كمان؟ يعني في فورين بودي، مين اللي حاطه؟ انا، انت انا عمليتي داخل حاطط فورين بودي، ما الفورين بودي ده ممكن، لا مش فوت، هو انا داخل اعمل عمليه احط فوت؟ نادر يعني ماشي يا ماما، هو ده مش ده الفورين بودي اللي انا بعرضه، انا بقول بريزنس اوف فورين بودي مني انا، السينثيتيك امبلانتس، الشريحه والمسمار، ده جرح انفكتد، ما تجيش مع عمليه فيها شرايح ومسامير وتقول لي جرح سبتك منك ليه؟ ما هو فورين بادي بحطه جوه، مش ضمان ان انا مستوى تعقيمه. نيتشر اوف اوبريشن، طبيعه العمليه، يعني ايه؟ يعني انا شغال في الكولون، والكولون ده حاجه من اتنين، يا بريبيرد يا ان بريبيرد، ممكن يكون عن الكولون بريبيرد وبشيل له تيومر، وممكن يكون ان بريبيرد واخد ستاب ووند، يبقى انت فاتح كولون ايه؟ خير العيان كله مزروطنا، وتيجي تقول لي انفكشن؟ ما هو كله ستون، شغال ستون يوريتر، طب ما انت داخل في يورين، ولا انا غلطان؟ قال لك ديفكت ان استراليزيشن، ديفكت ان استراليزيشن ان اوبريتنج تياتر. لو قلت لكم ان انا في يوم من الايام ضربت ممرضه بالقلم على وشها ما اعتقدش تصدقوا، يعني الشخصيه دي تضرب ممرضه بالقلم، ضربت ممرضه بالقلم، وقلم قلم يعني قلم تربيه، قلم قلم بكف ايد، قلم ترهن. ليه بقى؟ عشان العامله جت قالت لي حاجه، احنا لما بنيجي نعقم المفروض في ستيكر بنحطه على ال التعقيم، الستيكر ده بيغير لونه كنوع من انواع التوفير، انا ما ينفعش اجيب ستيكر بالشيء الفلاني والفها داير ما يدور كده حوالين الباكيت الاقي نفسي بهدر فلوس، فبنعمل ايه؟ بنجيب الستيكر العادي نلفه بيها كله، بس ناخد حته ستيكر كده بتاع 10 سم وملازقينها عليه، دي تبقى الانديكيتور بتاعنا، ده كلام شغل سوق يعني، حلو يعني شغال، البت تعمل ايه؟ تقوم لفه التعقيم واخده حته من البني اللي بني اللي اتغير لونها، تقوم قصه حته وتلزقها على الجديده وتركنها على انها متعقمه، يعني بالبلدي ما بيتعقمش، وحطلنا الفوط على انها متعقمه وثبت. ده مصيبه.
انا طبعا اللي عاملها طبعا كله عصافير بقى، بتقول لي ده بيحصل كذا 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 كذا. الثانيه واجهتها كده بان ان ان حد ما قالت لي اه لا الكف نازل على وشها بنت وقعت وقعت. والكلام ده ايه بعد ما حصل كذا حلقه انفكشن؟ ازاي بفتح بطن عينه جايب له فوطه لسه ما متشاله من على الحبل احطها جوه بطنه؟ انت بتستهبلي؟ انتوا فاهمين يا جماعه؟ This is a defect in sterilization. التعقيم. انا بصرف مصاريف عاليه جدا في المركز عندي سببه تعقيم بس. تعقيم. انا ممكن اكون بصرف الوف في ديتول في مش عارفه ايه في غسيل ايه في مواعين ايه في حركات ايه؟ ها؟ هيتر ايه بيتحرق كل شويه ايه؟ ليه؟ التعقيم. والله العظيم اقسم بالله اقول اقسم دي اعرفوا يعني انا عايز اوصل لكم بكل حقيقه اقسم بالله. وزوجتي انا صاحب مستشفى مراتي لما جت تولد وطوارئ خلاص هتولد عندي باكيتات جديده والله العظيم رفضت اطلعوا اي باكيته جديده. باكيته اللي هي باكيته فرش يعني فريش وملايه جديده بتاعي باول طالعه يعني لمرات الدكتور وائل اه والله العظيم والله مراتي ولدت زيها زي اي انسانه بتدخل مستشفى تولد عندنا بفرش وتعقيم وآلات متعقمه عادي زيها زيهم. لان لو حسيت ان ما يستاهل لحظه وده حقي. ما انا عندي آلات ممكن اطلع آلات جديده اول مره ليها صح؟ حقي يعني ما هيش تأثير مني. والله العظيم يا ولاد عشان ابقى قدام ربنا انا ماليش اي هدف او نيه خاطئه، انا التعقيم اللي بعمله غريب بعمله اعز الناس عندي. انتوا فاهمين دي؟ الا التعقيم. التعقيم ده امانه رهيبه. بص اوبراتيف ووند انفكشن. النهارده فضل الله مفيش حاجه عمليات بتثبتك. مره الثانيه الثالثه دكتوره النساء بتقول لي الحالات بتفتح. بيتكلمني كمدير مستشفى اقلب الدنيا لحد ما عرفت الانفكشن منين. عندنا في عامل انا زي سيراميك في اوضه العمليات، اي اوضه عمليات سيراميك يعني ما تحط ايه في الارض يعني. اتاري السيراميك يا اولاد احيانا بيفرغ ما بين الاسمنت اللي يعني لو بصيت للبلاط اللي بره هتلاقي فراغات كده. العامله اما بتمسح الدم بتمسح الدم المفروض تمسح وتحط بعد كده ديتول وبعد كده كحول يعني فبتمسح. فالدم ده بيترسب ما بين الثقوب دي وبيفضل موجود، ده سورس اوف انفكشن. وفضلنا ورا الموال لحد ما وصلنا ان ده السبب. ورحنا عاملين حاجه اسمها فرمله عمليات، فرمله يعني فورمالين في كل اجزاء العمليات لقتل كل البكتيريا، حاجه تعميك لو دخلت. يومين ثلاثه العمليات مقفله وبعد كده بدانا نفتحها تاني وفضل الله ما فيش حاجه بتثبتك. اللاند مارك انت ماشي صح مفيش عمليات بتثبتك. بوست اوبراتيف ووند انفكشن لما بنطلبها كاريتن لطالب بنقول له اصحى. كمان انت دلوقتي تعرف تايبس اوف ووند وتعرف تايبس اوف ووند هيلينج. فاكرين برايمري انتنشن وزي؟ طب انت تعرف تايبس اوف سيرجيكال ووند؟ انت مش جراح؟ اهي دي لوحدها كانوا بيجيبوها في الام اس كيو كتير قوي. يقول لك يعني ايه كلين ووند؟ ويعني ايه كلين كونتامينيتد؟ ويعني ايه كونتامينيتد؟ كلين ووند انا شغال عمليه ايه؟ سيرويد دي كلين. يعني لو الجرح فتح مني يا ريس يبقى العيب عندي. شغال سيزيريان قيصريه، الجرح لو سابتك يبقى العيب من عندك انت كجراح. عشان كده اسمها كلين ووند. الريسك اوف انفكشن 1-2. لكن كلين كونتامينيتد ده بريبيرد كولو. فاهمين المعنى؟ بريبيرد كولو. امال لو كولون ان بريبيرد يا نهار. انا شغال كونتامينيتد اوبريشن. يعني ما تجيش حضرتك في زايده وخرمت مخرومه يعني ستول خارج من السيكم. في حاجه يا ولاد؟ الباب اتخلع؟ ده حماده؟ من حماده ولا من مين؟ انا مش شايف. اساعده يعني اقوم؟ طيب. contaminated wound is source of infection. بالترتيب كلين كلين contaminated contaminated 1-2-2-5-5-30%. على فكره لما بقول لطالب 30% من الحالات الكونتامينيتد بتسبتك يقول لي والله 30% قليل. اقول له 30% يعني حاله كل ثلاث حالات. قال لي والله كتير. خد بالك هي نفس النسبه بس لما بقول 30% بالنسبه لك قليل لكن حاله كل ثلاث حالات بتسبتك لا طبعا. انا ممكن اعمل ثلاث اربع حالات في الاسبوع ها عمليات قيصريه مثلا يبقى كتير ان واحده تسبتك كل اسبوع مني اند سو اون. اوكي عنوان مهم ده بيجي ام اس كيو كمان. كلينيكال بيكتشر اوف بوست اوبراتيف ووند. تلاقي العيان عنده فيفر سوالين ووند فلاك 20. انتوا عاملين قلق ليه؟ يعني في واحد متلخبط في الباب لوحده ومعلق. طب ما تشوف ليه على حد
افتحه لي. طب استنى عشان يلا. انا عامل عمليه، جيتي حضرتك بتمر معايا، قلت لك على فكره العمليه دي انفكتد، العين سخن، في اديمه، في ديشارج، لا يبقى انا في كريبيتاس، جاز فورميشن، سو ات از ا بوست اوبراتيف انفكشن. يمكن يا دكتور العين سخن من دي في تي، وارد جاله شيست انفكشن، وارد من الهيماتوما، وارد. تعمل ايه للناس اللي عندها بوست اوبراتيف بوند انفكشن؟ انا اتفقت معاكم ان الموضوع لوك لوك، لان انا بتكلم كوميونتي، يبقى ارجع تاني بروفيلاكسس، اي بريديسبوزنج فاكتور ظبطها، ادي انتي بايوتيك بروفيلاكتيك، اي الكتيف كولوريكتال تيومر كولوريكتال سيرجري يو ماست تو بريبير ذا كولون كيميكال اند ميكانيكال. هاو كان يو بريبير كولون؟ ان شاء الله في الترم في جي اي تي سيرجري هناخد هاو كان يو بريبير كولون. بروبر سيرجيكال تكنيك، جنتل هاندلنج التيشوز ديت يا جماعه، كانك رسام، ما تقعدش كده تمزق النسيج وبتاع، ده انت الحركه دي نفسها النتشه دي ممكن هي دي اللي تعمل اديما وانفكشن وهيماتوم. ازاي نعالج؟ اعتقد لوكلوك بقى، يبقى حضرتك نفس الكلام، الجرح نفتحه، الغرز تتفك، ولو في اي هيماتوما تيفاكويت، ولو باص بدرين ميبي تحط درين، ريبيتد دريسنج، انتي بايوتكس لحد ما الجرح يقفل. شكرا. موضوع تحس انه صعب مذاكرته، والكوميونتي صعب مذاكرته، لان مشكله الكوميونتي ان كل سطر تقراته ليه صح، والله مظبوط، ده ينفع. كوميونتي اخره بالنسبه لي ام سي كيو، لكن كوميونتي ديسكاس ده حاجه محتاج واحد لكاك، صح ولا لا؟ عموما بص، اوبرتي بوند انفكشن ثبت للجميع ان بيجي ولاد وبنات في الجامعه عندكم. جه بقى سؤال السنه اللي فاتت، ولاد اول مره، فرتكه، كلمني على 5 انواع من السكين انفكشن. لا يا جماعه، ده سؤال يعتبر جديد على الولاد، لا الولاد مش متعودين على الغدر، لا ده غدر. وبالتالي قول لي 5 انواع. اول نوع قدامنا بايل. يعني ايه بايل بالعربي؟ يعني دمل. وانت بتلاقي غير دم؟ اصل طلع له دم، اصل جاله دم. الدم اللي هو البايل ده ستاف وباص. والدم اللي بتعمل له ايه؟ بعمل له درينج، بدل عين انتي بايوتكس، اكتيول. الاكتيول ده انتي سيبتيك. عارفين الاكتيول ده اسمه ايه في السوق؟ بس ما بنكتبوش، صح؟ مظبوط، جدع اسمه مرهم اسود. يقول لك بنحط على الدم كده مرهم اسود. طبعا مرهم اسود ريحته قذره قوي وعافن كده. كمان مرهم اسود ده ايام اختراع الميكروكروم. في النهارده ميكروكروم؟ اوعوا تقولوا في البلد عندكم ميكروكروم. بيتادين، مفيش ميكروكروم. ميكروكروم ده الاحمر اللي بيعمل صبغه في الايد، ده للي راجل واللي عملها له، ها؟ تلاقي كله ملحوس كده. النهارده البيتاداين موجود، والنهارده الاكتيول برغم انه موجود لان واخد سمعه. انه بيعالج. والله لا بيعالج، اصل انت سيبتك. ايوه فعلا. طب ما هو امال خالص ايه بقى؟ كويس يعني. خصوصا بقى يا دكتوره طالما انت شاطره، لو حطيت عليه قشره بصله. اول ليه؟ يقول لك بيصنن الجرح. بيصنن الجرح. يعني تشم ريحه صنان عيل. كده تلاقي الجرح استوى وبدا يجمع اللي انا بقوله ده حقيقه. ما احنا عارفين اللغه دي. اقول لحضرتك في حاجات واسرار في المهنه ما نقدرش نعبر عنها يا اخوانا. يا اخوانا ده من ضمن اللاين اوف تريتمنت اللي ينزل رينا الستون، اقسم بالله ما بهزر، بول الجمل ده بجد.
لو شربوا واحد في البدو هناك لو واحد جاله مرض بول الجمل لو شرب شويه واحد قالها لي انا شربت شويه اصفر كده ما اعرفش ده ايه دواء قال انا شربته لقيت البول نازل مني اسود وفقت بعدها قلت لهم ايه الدواء الجميل ده قالوا ده بول الجمل عشان تصهير الجمل انا اقدر اقول لعيان خد بول جمل بيكتبوا عنها كتير بول الجمل ده في علاج السكر برضه حاجات كده وعلاج السكر اصل انا دايبيتك متأكدة يا دكتورة؟ يعني بولي كمل بيعالج مرضي؟ وتاخدوا كوبايات ولا من كمل نفسه؟ اوكي هنشوف الموضوع ده. عموما الاكتيول هو المرهم الاسود. قالك بنت عزبه كده يعني المساحة بتاعتك ببتضاين والاكتيول وكاميرات ماية دافية. You must to suspect لو عيان عنده أكتر من بايل maybe diabetic. دايبتك يغلو هنا الدم اللي يفرقع هنا ينضف هنا يطلع له هنا وهكذا. البويل موضوع انتهى. بويل يعني دم ما تنساش اسمه تاني فرانكل عشان الام سي كيو لان فرانكل بتلخبطكوا مع الكربانكل. ما هو الكربانكل؟ كربانكل هو انفكشن برضو اعتبره سكند انفكشن. كربانكل اكتر مكان بيجي فيه الاماكن الباد هايجين. اكتر اماكن باد هايجين مين؟ قالك الباك والسكروتم والاجزيلا والباك اوف نيك اللي هو ناب اوف نيك. يعني ايه كلمه ناب اوف نيك؟ ايه الناب دي؟ ايه الناب؟ نيب اوف نيك مش ناب. نيب نيب اوف نيك القفا بالظبط. القفا يا ولاد ليه؟ كل حته عندنا اهتمينا بيها ويمكن غنينا لها. غنينا للعيون، غنينا للرموش، لكن القفا من الحاجات المظلومه جدا. عمرنا ما غنينا للقفا قبل كده. طبعا انا بخرج معلوماتكم. اتفضلي يا دكتوره. قولي كده تخيلي كده بابا وماما شايفينك دلوقتي في التلفزيون وانت بتقولي لهم اغنيه القفا كانت ايه؟ اتفضلي يا فندم. ما هي اغنيه القفا؟ ايوه اي نو فيلم كيف؟ يلا قولي. اه يا قفا اه يا قفا. ايوه. الراجل يقول علينا ايه دلوقتي يعني. ايوه يا ابا يا فيلم كيف الفيلم ده يا اولاد كنت انا يعني اصغر منكم كده. الفيلم ده اللي عمل طفره في بوظان اخلاقنا. فيلم كيف ده. ويا صبر سبسب صبايا على الصبايا المسب الصبي بتنوني. هو كان فيه ايه بتنوني؟ شفتيش السلموني بتنون؟ ايه ده ماله بتغلب عليه الايمان انت ايه؟ تقول لحضرتك يا دكتور ينفع تمثل؟ والله ما في وقت يا بنتي، والله ما في وقت. المحاضرات واخده كل وقت. في كاريزما كده. طيب ماشي. اوكي. فكرتيني ببنوتي رفايده 4 5 سنين، عسل يا ولاد عسل، حته سكر عسل. تيجي جنبي كده تقول لي ايه؟ اه والله بابا لا نعم. قول حاجات تضحك بقى. يا عشان بهزر معاهم على طول في البيت وبتاع، فهي قاعده يعني متضايقه. قلت لها طب ليه؟ المهم انا متضايقه، قول حاجه تضحك بقى، طب تعالي. واقعد احكي لها بقى يعني الفيل والدرفيل. المهم. قال لك الباثولوجي بتاع هذا الباثولوجي بتاع هذا الديزيز. اولا بيجي رجاله ونابو في نيك اكتر مكان والباك. قلنا نظافه الاماكن دي ما بتبقاش متاحه كتير. حضرتك عيانك اكتر من 40 سنه هو الكومن ايج. lack of cleanliness. ما انا راجل دايابيتك بس انا يعني على قد ما اقدر بنظف فيا، لكن في ناس بالنسبه ريحتها نفسها صعبه يعني. ايه اللي جرى بقى؟ قال لك هذا الستاف انفكشن بدا يعمل نيكروتوكسينز، والنيكروتوكسينز يعني ديستراكشن يعني سلابز اوف تيشوز، لدرجه ان كل خرم من الخروم اللي انتم شايفينها دي تبدا تنزل لي حته تيشو صغير. جمع لي شويه خروم في قفا بني ادم وقربهم من بعض يقوموا يفتحوا على بعض ويكوليز ويفقدوا حته سكين لوحدها. وفقدان سكين يعني جانجرين، لان نيكروزس اوف تيشو تعريف جانجرين. قال لك اذا هذا الكربانكل هو انفكتيف جانجرين. هذا المرض هو المرض اللي بيفقد العيان اجزاء من جسمه، تلاقي اجزاء من جلده بدات تتساقط. يقال والله اعلم وما عنديش دليل قاطع ان هذا المرض هو مرض سيدنا ايوب. يقال كله يقال كربانكل. I don't know.
حقيقي مش عارف. البايل البايل الفرانكل دمي كاربانكل وي دونت نو ايه جمره الجمره ده هو في الحمره في اريسيبلس وسيلولايتس في التهاب خلوي وفي الحمره دول اللي هم جايين لا داخل عليهم اللي هي سيلولايتس واريسيبلس بامانه مع راي جمره يمكن ادور انا وانت الجمره دي جمره خبيثة يعني بس لا مش خبيثة لا مش خبيثة حاجة ما اعرفش الحقيقة يعني ممكن يعني اهو دوري كده المعنى باللغة العربية للكاربانكل واستاذيني استاذ جوجل وانت داخلة كده ليكون نايم اوكي طب نكمل كده قبل ما نعمل سيرش على هذه المعلومة قال حضرتك سوف انا ما اعرفهاش عربي حقيقة قال حضرتك طيب اللي عنده كاربانكل ده بيشتكي بايه ايه كلينيكال بيكتشر في كاربانكل ذيس از وان اوف سكين انفيكشن انا عايز اقول لكم على حاجه يا اولاد اذا كنت انا طالب عنده وبقرا الاسئله والاقي سؤال 2016 بيقول لي كلمني على خمس انواع من السيرجيكال انفيكشن لا دي تبقى مسخت يبقى الشابتر ده ولع عارف ولع يعني لحد 2016 الشابتر ده ضعيف اخر البنات اخر سؤال جالكوا جاز جانجرين من كام سنه اللي الجاز جانجرين بوليفيلنت اتمنع دلوقتي يعني دلوقتي احنا ما بنديش بوليفيلنت انتي جاز يعني جيب لك جاز جانجرين يبقى مسخره لان احنا ما بنستخدموه حتى لما باجي في الطوارئ اقول لك 3 انتي انتي تيتانيك انتي جاز جانجرين انا سوري انتي شوك انتي بايوتيك انتي تيتانيك انالجيزك يعني حتى انتي جاز جانجرين فبالتالي الانفكشن قلت قوي والانتي تيتانيك سيروم لما ما بيجيش في الامتحانات لا هو بيجي بس بشكل غير مباشر مش انا جيت في البيرن قلت انتي 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 تيتانيك طيب اكتبه هو اكتب الانتي تيتانيك سيرم انت مش كاتبه ليه لما انا هكتب انتي تيتانيك نقطه ليه اكتب مين هو الانتي تيتانيك وتدي ازاي امبول التيتانوس تكسايد وتدي له قد ايه جرعاته والحادثه ديت لو عام متعور جاي لك من كام ساعه زي ما هناخد جرعاته فالتيتانوس بيتسال عن اهم نقطه فيه جرعاته يا ابني يا حبيبي مش طوارئ مش قلنا عايزين وحوش طوارئ ها لما حضرتك تقعد دلوقتي في الاستقبال ويجي لك واد امه داخله بتقول لك مسمار دخل في في رجله لازم تدي الواد تيتانوس توكسايد بعد عمل زمن اختبار يعني بس لو تيتانوس توكسايد ازاي ما تعرفش عليه تيتانوس صح كده؟ قال حضرتك العيان عنده شويه توكسيستي وعنده بين وعنده مالتيبل اوبننج باستيوز كريبريفورم يعني عامله زي الايه كريبريفورم زي المصفى برافو زي المصفى جمره فعلا؟ جمره اسمها الجمره اتس اوكي اوكي الجمره يا ولاد مرض الجمره اشكرك ضفت المعلومات دي شكرا طيب ايه مشاكلنا قال لك سبريد وحسب مكانه فاكرين دينجرس اريا اوف ذا فيس كافيرنس ساينس مينينجايتس ابيدورال ابسس كالشر وسنسيتيفيتي تيست والعلاج جنرال ولوكال انتي بايوتكس لازم ادي العيان كنترول دايابيتس لو هو الريسك فاكتور سلاف واكسجن اوف سلافز شوف يا ابني في الماجستير كنت بجهز سؤال اسمه انفكتيف جانجرين ديسكاس انفكتيف جانجرين طبعا واحد دايابيتيك فوت اتنين كاربانكل تلاتة جاز جانجرين اربعة فورنيه جانجرين اوف ذا سكروتم فاكرينه اخر ورقه في انجوانو سكروتم ده ما انا راجل اقول لك ماجستير انا مالي ومالك انت فورني جانجرين اوف ذا سكروتم لاخر نص صفحه كده في انجوان سكروتم دول اربعه انفكتيف جانجرين انفكتيف جانجرين لا دايابيتيك فوت وكاربانكل انفكتيف جانجرين وجاز جانجرين انفكتيف جانجرين وقولوا جانجرين فورني واسمه فورني ما قالوش غير كده اكتبها لكم فورنيه جانجرين فيها جي طيب ننتقل للعنوان اللي بعده اسمه سيلولايتس سيلولايتس اريسيبلس ايه السيلولايتس وايه الاريسيبلس جه برضو لعيالي وشفت ناس كتير بيجينوا في العياده عندي تيجي واحده تقول لي يا دكتور بص رجلي تقوم وراني رجلها لا حته حمراء كبيره في رجلها يا ست اتقرصت اتلدعت اتعملتي معرفش ممكن جدا على فكره الميه
المايه اللي بتسحمى بيها ما مش نظيفه حقيقه والله. ممكن لسع الدبوس، ممكن شجره يعني بيعدي في جنينه كده بتاع غصن شجره كده لسعه. اول ما يحصل انتري اوف انفكشن، ده اهم كلمه في السيليلايتس. سيليلايتس يعني بالعربي خدتوها في الجلديه، التهاب خلوي. ده التهاب خلوي. امال ايه الجمره؟ كربان. برافو شطار. قالك السيليلايتس اهم حاجه نعرفها ان الانفكشن ستريبت، ولما اقول ستريبت يبقى نو باس، الباس ات روت اوف انتري بس. ولما اقول ستريبت يبقى بنسلم، يبقى انا راجل جراح كل شغلي كله على اجينست ستاف، ما انا بتاع الباس. لما يجي لي سيليلايتس واعرف اشخصه صح ودي بنسلم جروب. لا يا جماعه انا حقي دلوقتي اكسب الكشف كله، حقي انا شاطر كويس مبسوط. عشان كده السيليلايتس هو انفكشن بيجي في كونكتيف تيشو، والانفكشن ستريبت. سببه ترايفيال تروما. يعني ايه ترايفيال؟ ماينور واقل من ماينور، unnoticed. ترايفيال دي يا جماعه غير ملحوظه، يعني العالم ما تقول لك ما اعرفش، دي الاجابه الطبيعيه. طيب ممكن وانا داخل خبطت في الباب، ممكن وانا بتاع، يعني ما حدش يعرف. العيان ريد اريا وانديوريتد، حط دايره على كلمه ريد، وتعالى بعد كده اقول له ان في سبريد رابيدلي والايدج ال ديفاين، حط دايره على ال ديفايند. ليه بقى؟ العلاج ريستو اليفيشن ولوكال هيت ودي انتي بايوتيك اني جروب من السيل. ما هو الاريسيبلس؟ الحمراء. الحمراء حضرتك الاريسيبلس هو انفكشن وستريبت. بس جه فين بقى؟ جه في السب كوتينيوس تيشو برضه، بس ضرب مين يا اولاد؟ ضرب الليمفاتكس. ضرب مين؟ الليمفاتكس. وطالما ضرب الليمفاتكس فالاوت لاينز بتاعته بتبقى حدودها واضحه، يعني ما بيبقاش كده فيج سكين، فتلاقي الايدج بتاعه ويل ديفايند، واللون بتاعه روز بينك ان كلر. اللون ايه؟ شكرا خدي معاك، شكرا خدي كمان، او خلي مش مهم خد. كسرت الباب حماده. اريسيبلس روز بينك ان كلر، ممكن تقولوا لي هناك كان لونه ايه؟ حد يقول ريد. حضرتك بتقول ويل ديفايند، هناك كان ايه؟ العلاج هو هو، بس يفرق في العلاج حاجه واحده. عارف ايه حاجه واحده؟ ان المرض ده كونتيجيوس. كونتيجيوس يعني معدي. انا قلت لك بشوف حالات كتير، انا جاي لي ولادي يعني عادي، العيال تخبط في بعض بيلعبوا بتاع عيال بتاع. فبالتالي ايه ده يا ابني ده؟ بص الاقي حته انديوريتد في ايده قد كده ولونها احمر وكبيره، ده ايه ده؟ طبعا مش انتي بايوتيك اجينست ستاف ابدا، دي سيليلايتس. سيليلايتس بتشوفها كتير قوي في الشغل. طب حاجتك تاقي كده تدي له انتي بايوتيك. لما تجي لك حاله سيليلايتس من كشف جلديه وتلاقيها ما استجابتش والدكتور كتب لها انتي بايوتيك اجينست ستاف، ولا لو ما خفتيش روحي لجراحه. يا جماعه من الواضح ان السيرجيكال انفكشن مش كلها جراحات، الجراحه والباص. ما انا عشان ادريم باص. مهم قوي ان انا اقول لها خدي بالك مرضك المره دي معدي. عشان كده استخدامك الشخصي، يعني استخدمي حاجات شخصيه. اكيد بتستحمى بتنشف بفوطه، تبقى فوطه خاصه بيك، ما تبقاش فوطه للاولاد او هكذا. انا عارف ان في بيوتنا كل واحد ليه فوطه الخاصه. لو بيت مثلا اب وام مثلا واربع اولاد، في ست فوط مرميين في الشقه، ست فوط كل واحد ليه فوطه الخاصه. انا عارف يا جماعه، انا عارف، والمصحف عارف والله العظيم عارف. كلنا كل واحد ليه فوطه وصابونته. ايوه ايوه ايه؟ لا ما جاتش على الصابونه. لا بقى كده زادت بقى. لا يعني العيال كلها هي صابونه واحده. صابون، احنا ما بنستخدمش صابون. خلاص ماشي، قول انكم بتحكوا شوكوا في الحيطه، ده موضوع تاني. الله، دي بشريه غريبه قوي. انت بتصحي الصبح تعملي ايه؟ العماص ده بتوديه فين؟ لا
لا يا غسول البشره غريب قوي يا دكتور. هي بتجيب على حسب بشرته ايه الغسول اللي هو عايزه. الله الله. يعني بابا بيجيب ايه بقى؟ يعني بابا حضرتك ايه بيجيب ايه طالما الصابون ملعون؟ عموما مش هحكي يا جماعه احنا مالنا عايشين كده ليه؟ انا الصابون انا هما صابونتين البنات صابونه مع بعضهم، الولد صابونه في اوضته، وانا صابونه في اوضه انا وزوجتي. يعني صابونه نغسل بيها وشنا وايدينا. مش ده يعني انت لو عندك ضيوف كل واحد ليه صابونته؟ يا دكتور مش ده يعني الصابونه دلوقتي بقت الصابونه المحموله؟ يعني امشي بموبايل وصابون؟ يا جماعه يا جماعه احنا بنضيع وقت في المدينه. ايه الكلمه يا دكتور مش ده قصدها؟ ايوه المدينه ايوه ماما المدينه عشان انتوا كل واحد فرد منفصل عن الفرد الاخر في الستايه. اه خلاص عشان فيني بقى قلت لك كل واحد حسب بشرته. من الناس كلها بتعمل كده. بنات هتوصف على البنات هي تقصد يا دكتور ان البنات المفروض ان هما بيغسلوا صابونه الوش غير صابونه الايد. صابونه الوش ايه؟ غير صابونه غسل بيها الايد. يعني عندكم صابونتين، صابونه غسيل ايد وصابونه وش. ايوه فكل واحد قال عليه كده. انا بذمتكم انتوا مصدقين الكلام ده؟ انت مصدق ان دي عندها صابونتين؟ يا رب الحمراء بتاعت الوش والصفرة بتاعت الايد يا رب ما يتلخبطوا. غسل الوش وصابون الايد. طيب متشكرين على المعلومات القيمة. نعم يا فندم. الصابون استخدام شخصي؟ اقول لكم الحل في موضوع الصابون ده ايه؟ الصابونة ايه اللي انتوا عارفينها دي انسوها. البام. اعتقد هو ده الفيري سيف. بام. ايدك كل واحد معاه صابونه صغنونه زاحت خلاص خلصنا الحدوته. انت بالذات هاتي ديتول في صابون سائل ديتول. ايوه والله عارفه. المهم هتفرج على ماتش الاهلي بكره ان شاء الله تخسروا. ان شاء الله تخسروا. انت بتشجعي مصر. يبقى كونتيجيوس خلصت دي. سؤال سريع للناس الشطار، الفرق بين بكتيريميا سيبتسيميا بايميا توكسيميا بكتيريميا. بكتيريا بكتيريا في الدم نوت مالتي بلاي. سيبتسيميا بقت مالتي بلاي لسه ما طلعتش توكسينز. طلعت توكسينز توكسيميا دخلت للبورتال سيركيليشن وسيبتك فوكس بايميا. برافو. موضوع اسمه ابسس ممكن يخليه ده قراءات يعني نظري ضعيف. ليه يا ولاد لكم ليه؟ ده انت عندك يا راجل عشان يقول لك تريتمنت اوف ابسس معاك بريست ابسس ومعاك الباروتيد ابسس ودونت ويت وسروبنج وايديما. لا اي ثينك سو ده قراءه يعني ضعيف. تعال نكمل الانفكشن. احنا ناصلنا اتنين هانت. معاك التيتانوس وجاز جانجرين ده سكين انفكشن بس سبيسيفيك سكين انفكشن. يس بصوا معايا كده دخلنا على التيتانوس. طبعا التيتانوس هدي له حقه واجي في الجاز جانجرين هجري بيه ونقفل خمس دقايق هاند انفكشن اليوم خلص. هايبر كلمي ايه؟ انا اشرح هايبر كلمي. انا اشرح لك اس جي تشينجز وكيو تي ويف كيو مش عارف ايه. انا اشرح لك هايبر. انت فاهماني غلط. انا راجل جراح اشرح هايبر كاليميا؟ انت مش اتشرحت لك بطنه؟ طيب ما تقريها يا ماما. هايبر كاليميا شوفي نص اسبابها ايه ونص كليكال بيكتشر بتاعتها ايه وتلاقي التريتمنت بعد الانفستيجيشن سهل اللي بعده. معانا يا اولاد التيتانوس. على فكره يا دكتوره بامانه مش عشان كورس ريفيجن مضغوط انا مش هشرحه. اكشوالي انا مش بشرحه ده حقيقه حتى في الكورسات يعني يا اولاد تلاقي العيال مكسوفه كده خدتوه مفيش حد يجي له جرأه انه يقول من ناس ايه غيرك انت اللي قلتيه. على مولا عايز اقراه لحضرتك اقراه بعد المحاضره. لا بجد والله لو عايزين اقراكم من عندي ولا عندي. طب ناخد التيتانوس بقى. ردد الهدى ردد الهدى خد ثواني ردد الهدى
كل اذان يطلع رديته، انت فاهم؟ افضل كده. يا رب قدرنا. يلا تيتنا صلاة. يا احمد بص حبيبي، اطلب لي شبكة 15 في 15 عشان دي حلقة تيجي النهاردة تحجز عملية. يجي بالنا بكرة، يجي بالنا بكرة. انا غالبا ممكن احجز لها على بعد بكرة العملية. ممكن على الخميس. خلاص ماشي يا ريس، شكرا، سلام، باي باي. بصوا بقى، يلا التيتانوس. نعم، البويل والابسس. لا، البويل ممكن تقول هو دمل يعني لوكالايزد كوليكشن في منطقه وخلاص مثلا. الابسس لا، ده باثولوجي اكبر، ليه زون اسمها زون اوف اسكر، وحواليها انفلاماتوري زون، وحواليها كواجليس زون. الانفكشن واحد. البويل ممكن جدا يخف بانتي بايوتيك، وتلاقي البويل الدمل ده خلاص هدي يا اولاد وخلاص وريح. الابسس ميبي انه يحتاج درينج، يعني بالبلدي كده البويل هو تصغير الابسس، يعني بويل كبر بقى خراج. بويل ابسس صغير قول عليه بويل. نعم، ريليتد ايه؟ البويل ريليتد تو هير فوليكل، ماشي. انما الابسس لا. ايوه بس الابسس ممكن يطلع برضه ريليتد تو هير فوليكل. اوكي مقبوله، اللي قالته حلو. بايل حاجه فوليكل عملت البايل. ابسس وتبقى بريست ابسس، برين ابسس، كولد ابسس اوف ليفر، كولد ابسس اوف مش عارف تي بي ابسس، يعني وات ايفر ابسس. يس ماشي، اشكرك، حلوه دي، برافو. اسمك ايه؟ سهير. برافو دكتوره سهير، معلومه عاديه اي حد يقولها. برافو دكتور. انا خد بالك ممكن انفخ في حضرتك اكتر والله، بس انا ما بحبش الايه انك تتغري، لازم اكسر المتالق علشان ما يتغرش. بس برافو دكتوره شو. معانا تيتانوس. نعم يا فندم. جماعه انتوا بتاخدوا وقت يا جماعه، خلوهم يخاف يا جماعه. التيتانوس يعني شايفان انا اللي معطل المحاضره. التيتانوس الديفينيشن بتاعه لوحده يطلع لي الباثولوجي كله. التيتانوس اكيوت سبيسيفيك انيروبيك انفكشن كوست باي كلوستريديوم تيتاناي، وبيطلع حاجه اسمها ايه يا دكتوره سوير؟ نيورو توكسينز. بيطلع يا اولاد نيورو توكسينز، والنيورو توكسينز دي بقى مصيبتها ايه؟ انها كان كروس بلاد برين بارير، وتزود الاكزايتابيلتي تو اني ماينور تروما، والعيان يدخل في دي سيريبريت ريجيديتي من التونيك للكولونيك ومنها الى الدس. تعريف طويل بس بيطلع لي داتا كتير قوي. عرفني على حكايه الانيروبيك انفكشن كوليستريديا دي يا دكتور. كان زمان يقولوا عليها درام ستيك لو فاكرين، وبتعيش في الانتستين اوف هورسز، بتعيش في الانتستين اوف هورسز. طبعا دي موجوده في التراب، بتعيش في التراب وبتريزيست تو بويلنج 5 مينتس. امتى؟ بكره ايه؟ اربع صح؟ محمد دكتور محمد حبيبي اخبارك ايه؟ الله يحفظك. ميعادنا بكره ان شاء الله؟ يس، واحدة ونص ان شاء الله استناك. ايوه
اوكي يا حبيبي شكرا مع السلامه. سبحان الله وبركاته. مع السلامه. قال لك كلوستريديم تيتاناي جرام بوزيتيف انيروبيك درامستيك شبه درامستيك عايشه فين؟ في السمولينتيسن فورس. هنا بقى اللعبه اللي طالما بتقول التراب والبتاع، انا لو مسحت الترابيزه دي بايدي في تراب ولا لا؟ في تيتانيك سبورز ولا لا؟ بقدست تراب كونتامينيتد بالاستول بتاعه الهورسز. واحنا حضرتك ايه في حصان جه هنا؟ الهواء نفسه جاي من بره بالظبط. طب وفي حصانه قريبه منكم؟ لا. عشان كده منطقتنا يمكن اكتر منكم. يعني لو رحت كتبت كده على النت اكتر مدارس دوليه وانترناشونال سكول يقول لك في المريوطيه والحته بتاعه الهرم اللي فوق دي، انا ولادي هناك. اكتر منطقه تلاقي، بلاش اكتر منطقه، روح لمستشفى، مستشفى ايه، روح لمدرسه عندكم قريبه هيقول لك حضرتك من ضمن شروط المدرسه النموذجيه ان يبقى عندنا حصان عشان احنا بنعلم الفروسيه، علموا اولادكم السباحه. عشان كده تبص تلاقي وجود حصان في كل مدرسه، انت كده يعني ابنك بيركب الحصان ياخدوه لفه كده اخر البتاع ها وبيعلموه الفروسيه. فوجود الحصنه خلت الداست مليانه. اعتقد القاع عشان يدخل فيها، عشان يدخل فيها التراب سهله. التراب ده جاي منين؟ ما هو بينتقل عن طريق الهواء، جه وسخ هنا وده في تيتانيك سبور. اذا لو سالتكم في تيتانيك سبور، ايوه. في حصنه دخلت؟ لا طبعا. احيانا بيبقى في فرصه بتدخل، لكن احنا بنركز على موضوع الحصنه لان هي دي اللي سورس اوف انفكشن. يس. عموما نحن نبحث عن الحصان ونبحث عن الدست. قال لحضرتك امتى بقى تبدا تفلورش وتفتح؟ قال لك لو كان العيان اتعرض لديب ووند، لاسكيميك ووند. عشان كده مش اي جرح، يعني انا اتعورت في ايدي كده تعويره عادي، يعني لازم ديب ووند. لو ديب ووند لو اوكسجينيشن ووند تبدا التيتانيك سبورز تفتح. فتحت التيتانيك سبورز يحصل ايه؟ النيوروتوكسينز تروح للبلاد برين بارير. كاتب لك بقى ادي الهايبوكسيك تيشو، في حاجه خاصه اسمها تيتانوس نيوناتورا، عارفينها دي؟ تيجي في امبيليكال ستامب. القصه اللي انا حكيتها كتير بقى، نيوروتوكسينز وبلاد برين بارير وهايبر اكسايتابيلتي تو اني ماينور ستيمولاي. سين سؤال، الكلينيكال بيكتشر ظهرت ازاي؟ هنلخصها بقصه طبيب مصري، قصه حقيقيه. طبيب مصري كان في الكويت يا ولاد. طبيب مصري سنجل مش متجوز في الكويت، اي شاب لوحده اعتقد يعني علب التونه وعلب البتاع بيقضي اي حاجه وبتاع، راح يشتغل يعني مش هيعمل مش هيطبخ. هنا في قانون بيقول ان الناس الايميونايزد، واعتقد كلنا ايميونايزد، الناس الايميونايزد الانكيبيشن بيريود بتاعتهم تبقى طويله قوي، والناس النوت ايميونايزد بيبقى اقل. معظم مش معظم، كلنا ايميونايزد. فاكرين ايه التطعيم بتاع التيتانوس؟ بدانا امتى؟ 2-4-6 شهور، ثم لا مفيش 4.5 دي 18 شهر. ايه ده يا جماعه، انا اول مره اسمعها دي. 2-4-6 بعد كده سكول ايج، ما اعرفش سنه ونص دي. طب انا اسف انا ما اعرفش، عندي السكول ايج. بعد السكول ايج اللي هو 6 سنين بياخد فين بوستر دوز؟ ايه البوستر دوز الجاي اللي ياخدها؟ لما بيتخرج ويجي يبقى بيفور ميليتوري قبل الجيش. يعني المفروض انتوا اخر جرعه خدتوها كانت جرعه تطعيم التيتانوس ده وانتوا داخلين المدارس، لحد دلوقتي ما اتطعمتوش. تطعيمك الجاي لما الولد يدخل الجيش او البنت تدخل دنيا، اتفقنا؟ ساعتها بقى لما تحمل مع الحمل بتاعها بتاخد تيتانوس توكسايد. تيتانوس توكسايد انا خدته السنه اللي فاتت اكيد طبعا، يعني بوستر دوز before هج، يعني before الهج you must to take tetanus toxoid. So tetanus toxoid booster dose كل 10 سنين، ده البوستر دوز. اوكي النهارده الطبيب ده اكيد immunized، الراجل الدكتور مسافر بره ماسك علبه تونه بيفتح علبه التونه قامت متعور. طبعا علبه التونه عليها تراب، انا عارف كويس من غير ما نفتح يا دكتوره تقع. احنا بنغسل علبه التونه قبل ما ناكلها، ان احنا العلب اللي بنشتريها علب تونه علبه سمنه علبه، قبل ما نشيلها كده في الارفف كده بنغسلها كويس بالميه وننشفها بهدومنا وبعد كده بنحطها ايه في البتاع. انا عارف ان احنا بنعمل كده.
ما مش معقوله علبه التونه ما اغسلهاش وانا بغسل ايدي دي بصابونه وايدي دي بصابونه تانية. انت فاهم ولا لا؟ ما هو برضو يعني ما الدقه يا جماعه، خلاص احنا طلبت نظافه، طلبت نظافه. انا حر، انا كل صباع صابونه دلوقتي، انا حر. انت فاهم ولا لا؟ عموما البي ما كانش غاسل التونه. مقرف، علبة التونة عليها تراب غير مرئي، ازاي ما يمسحهاش؟ فطبعا بيفتح يتعور، البيت عور، لكن الكلينيكال بيكتشر ما ظهرتش فورا، بدأت تظهر بعد شهور. جاله توكسيميا، فاهمة أو فاهم؟ فيفر وهيديك ورايجر وريتابيليتي ونوزيا عادي يعني. واد في غربة عنده شوية دوخة وصداع وهمدان وبتاع، يقولوا له إيه؟ جالك تيتانوس من علبة تونة من ثلاث شهور، فده يعني من العقل يعني. لكن الموضوع كبر، والولد بدأ يبان عليه نتيجة اني ماينور ستيمولاي بعض العلامات. يا جماعة خد بالك، مين اللي يرعب الإخوة العرب؟ المينينجايتس. خليك فاكر، ومن ضمن الكلينيكال بيكتشر للعيان ده اللي بيجيله نيك ستيفنس، ولو أي مصري في الغربة جاله نيك ستيفنس بيرحلوه على بلده، لأن بيخافوا من دروبلت انفكشن من مينينجايتس فورا. فبالتالي البي دكتور وشغاله في حاله، بدأ مع ماينور ستيمولاي يبان عليه هايبر اكزايتابيليتي، بدأ وشه يرعش، بدأت عينه تغمض، بدأ لوك جو، بدأ بيتر سمايل. طبعا كل ده وهو مش حاسس بنفسه. مع أي ماينور ستيمولاي ده ممكن يكون بتنور نور، ممكن طالع اسانسير، صوت الاسانسير وهو طالع تن، عرفت الصوت ده؟ أهو. طبعا اللي حصل مع هذا الطبيب، طالع في الاسانسير مع زميلته طبيبة، طبعا اول ما هي دازت على زرار الاسانسير هو بدا يعمل لها كده ويغمز لها. هي مش فاهمه يعني، هي شايفه حاجه هبل، مفيش طبيب يعمل زميلته كده، مفيش دكتور ابدا يبص زميلته يغمز لها، الكلام ده قديم قوي. فهي بتبص له كده يعني، انت عبيط ده ولا ايه ده؟ شويه بدا الامور تزيد وبدا يعمل لها كده. طبعا هي بتبص له، حضرتك لو ليك هدف انا موافقه، بس ده هبل يعني. لو ليك اي هدف شخصي انا ممكن اوافق يعني، بس حضرتك يعني ايه الهبل ده؟ شويه نيك ستيفنس، شويه من هذه التونيك اتحول الى الكولونيك. كولونيك دي لو فاكرين كان يقول لك كونتراكشن فيز ريلاكسيشن فيز، فيقول لك كونتراكشن فيز، اثناء الريلاكسيشن فيز هوبا طلع كونتراكشن فيز، كونتراكشن كولونس. بدا الولد يدخل في اوبيسيتونس هاي ارشيد باك، ويتشد كده العيان ويجي له الاوبيسيتونس. اخطر عضله يجي لها كولونس هي الريسبيراتوري ماسلز والديافرام والهارت. عشان كده بدا العيان تاكي كارديا قاتله، ريسبيراتوري فيلير قاتله، العيان بدا يموت والكلينيكال بيكتشر متكامله. معاكم سبيشال تايبس اوف تيتانوس، همر عليها مر سريع بس فاهمها لك. اكيوت ده عيان نوت ايمونايزد وجات له اكيوت وحصل له ديس. كرونيك ده ايمونايزد خدت وقت طويل. لوكال دي جت حوالين مجموعه من العضلات بس، يعني ممكن تيجي في عضلات ايده. سبلانكينج جات له في عضلات الديجليتيشن بس، حالات خاصه. كفالك، كفالك يا جماعه يعني كريبتوجينيك مختبئ. فقال لك ام سوري كفالك راس، فجت في سكان. كريبتوجينيك مختبئ، الانفكشن مش معروف فين. سيرجيكال تيتانوس، قال لك الخيوط اللي استخدمناها في الجراحه فيها تيتانوس، زي الكات جات، الكراميك كات جات. هي الكات جات هي خيوط بتؤخذ من الجات اوف قطط. برافو، مين اللي قال اول واحد قطط؟ شطار، مين اول واحد قال قطط؟ انت مخدود ليه يا باشا؟ انا مش مخدود والله. غلط طبعا، مش كات، كاتل، كاتل، الكاتل يا جماعه الخرفان اللي بنقعد ندبحها كل سنه دي، مصارينها بتتاخد بنعمل بيها خيوط. ادبح قطط عشان اوفر خيوط، ده اللي شرب القط دخل الجنه يا ابني، ولا بتفتحها لا غلطان، ولا شرب الكلب وبرده القطه، كان قطه محبوسه يعني، عايز افرق ما دبحش قطه. انا الكات يا دكتوره معناها كاتل نوت كات، من فضلك تجرحيش المعلومه. كومبليكيشنز
العيان قالوا بقى فالجن بون ده فالجن بون ده ممكن الباتيلا نفسها تطرقع منه باتيلا تخيل باتيلا differential diagnosis trismus ايه trismus ده قال لك لوك جو قال لك differential diagnosis من واحد عنده arthritis في temporomandibular joint يعني يقول لك ما بعرفش يقف بيقف كده انا جالي حالة مرة واحد dislocated temporomandibular joint هو بيتاول وقف اه والله العظيم يعني جالي هو يفتح بقه في المتوبة ده التوب قوي يعني يعني ده حاجة مش ممكن يعني في ناس يا جماعة يعني طبعا المنينجايتس بيبقى معاه تيربت سي اس اف ستريكنين بويزنينج ستريكنين بويزنينج ده يقول لك العيان عنده اوبيسيتونس شبهه بس كومبليت ريلاكسيشن ان بتوين اتاكس التيتاني كاربوبيديل سبازم قديمه دي ريبس يعني ايه ريبس السعار والسعار دوت يقول لك العيان لما بيعضوا كلب بيجيله سعار ازاي بقى ايه اللي يحصل ان العيان مثلا بيقوقع مثلا قالوا يا عيان بيقوقع لا مش بيعمل كده برضه هو بيجيله فارنجايتس مش شبه هو شبهه بيفضل كما هو يعني المناخير والودان كله شبهه كويس لكن بيجيله فارنجايتس اما بيجيله كونفولجن الناس شبهه بيبقى شبيه. شبه الكلب هو كلب ليه كونفولجنز اساسا لا عشان شبه الملامح ده الكلب عشان سلايفيشن ملامحه بتبقى شبه الكلب انا مسامعك يا دكتوره هبه انا بقبلي لكباتك للاخوه نتعلم من حضرتك اتفضلي قالوا ايه بقى ما تقول يا ماما قول انت طب قول انا اللي عنده معلومه يا جماعه ويلكم انا ضد الاستديو يا جماعه احنا قلنا عنده سلايفيشن كويس قوي مع فارنجايتس انا مصر على فارنجايتس ليه when seeing or drinking water حضرتك الراجل لما يشوف ميه ويبقى عايز يشرب فيبدا عايز انا شايف الميه قدامي دي وانا مقرر ان انا اشرب انا اكتشوالي هتبدا السلايفيشن تشتغل ومع الفارنجايتس اللي عندي لما شفت الميه بدا هذا هو اللي سموه بالدوجز عشان كده بقى لحضرتك السلايفيشن والفارنجايتس بقت دوجز لكن مش انه حضرتك عند اكتمال القمر تبدا قرونه تطول حضرتك وكل ليل يبقى مثلا جاي من غير هدوم لا يا فندم حضرتك ده افلام خطر تطعيم الثلاثي الدفتريا بيرتسس تيتانوس شيل اصبعك من مناخيرك الدفتريا والبيرتسس والتيتانوس مش بس عشان احنا بنشرح انا اللي اوفر واحده بتحط صباعها كله في مناخيرها ده الساحر ما يعملهاش على ايه نعمة الساحر ما يعملها ولا لو جابوها جوه ثلاث وقعت حط صباعها في مناخيرها ما تصدقها وهي حط صباعها جوه عماله تلعب وتقول لك اصل الصابونه وصابونه وش واحده بالله ما حصل صباعك دخل مناخيرك لا انا كنت بهرش كده ما حد يهرش مناخيره من جوه والله ما عارفين نشتغل في المحاضره ما ينفعش يا ابني حط نفسك مكاني الراجل داخل في ثلاث ساعات بيشتغل والتاني عماله كده ومناخيرها جوه قلت له الصابونه بتاعه حرق دمي مش مركز في المحاضره بتتكلم قلت لك كات كات لو مصارين القطه يعني قطه ايه يا بطه انت انت فاهم ولا مفيش كلام ده خلاص خلاص المهم قال لك التطعيم زي ما انت قلت 2 4 6 شهور يمكن في كتاب جراحه القصر العيني مش كاتب حكايه السنه ونص دي كاتب بوستر دوز 10 سنين عموما حضرتك انا دلوقتي دخل عليا عيان تركيز بقى تركيز مايا دكتوره هاي مايا طيب بصوا بقى عيان دخل عليك عايز تعمله بريفنشن مش احنا كل شويه نقول انتي كولنت انتي تيتانيك سيروم تكتب ايه قالك الطفل اللي قدامك دوت لو بيشنت بريفيوسلي ريسيفد 3 اور مور دوزز والبوستر دوز من 10 سنين زيك يعني انت متعور داخل عليا انت ايه يا دكتور انا طالب في الطب انا كليه تجاره كليه بتاع انا بتاع ايه يعني ابن ناس يبقى انت واخد تطعيماتك وبوستر دوز 10 سنين اعمل لك ايه امبول ضد التيتانوس بعد عمل زمن اختبار اقوم كاتب له امبول ضد التيتانوس طبعا زمن الاختبار بيتعمل ازاي بتيجي انترا ديرمال تحن 2 سي سي وتقوم معلمه بالقلم
خد بالك انت لما بتعلم بالقلم لازم تعلم بعيد عن الحقنه بحوالي 4 ملي، لانك لو حوطت الحقنه نفسها، الحقنه دي لو عامله اليفيشن انت بالنسبه لك ده انديوريشن. النهارده مفيش حساسيه، اتفضل خد تيتانوس توكسايد. لا في اليرجي حصل ورياكشن، يبقى انتي بايوتيك وممنوع تيتانوس توكسايد. طب افرض العيان not previously immunized، خلي اللي في النص دي شويه، ما اتطعمش قبل كده. طب انا اعرف ازاي الواد ده ما اتطعمش؟ اطفال الشوارع، لما يجي لك واد من الشارع كده، العيال اللي بتيجي في كده ترمي على العربيه كده، توسخ لك العربيه وتديها جنيه دي. لما يجي العيل من دولت ودخل عليك، وشفنا كتير، تلاقي الواد ايه اما عارف اللي هما بيعيطوا من هنا دول، تبقى داخل تخيط الواد كده، تعالى يا بابا، بابا ايه على ابو ابنك انت فاهم، ما تبص بيعمل فينا، وتلاقي لا علي انت بتعرفني، تعالى احنا بنتشكل، عايز تهزق راجل تشتم بطفل. لما تبقى ماشي مع خطيبتك يا دكتوره بسبع متر دي، تبقى ماشي كده برنس الليالي كده، خطيبتك كده برنس الليالي، وتلاقي واد كده معدي قدامك عمه انت حمار ويجري. طب هتعمل ايه؟ هتجري ورا عيل يقولوا عليه ناقص بيجري ورا عيل؟ هتطنش كانك ما سمعتش. طبعا المصيبه فيها هي، تقول له بيقول لك انت حمار، يا ست ما تسخنيش، يمكن ده رايه الخاص، شايفني ماشي معاكي ما علينا. عشان كده قال لك لو عيان من عيال الشوارع دول وحياه اهلك، لا ادي لك الثلاث تطعيمات، تطعمك من اول وجديد، انا ابوك وامك دلوقتي. وبالفعل تدي له ثلاث تطعيمات على انترفال، وتاخد مواعيدها وتاخد ايامها وعنوانه، وتبلغها للاسم بره عندك الوحده، هتدي له ثلاث جرعات على انترفال شهر شهر ونص. طب كويس، وتدي له امينو جلوبولين جي وانتي بايوتكس قوي. ده لو كان الواد not previously immunized. انا الحادثه اللي جالي عيان وبقول لك انتي شوك ميزر انتي تيتانيك، لازم تدي الافتراضين دول، لو هو واخد اخر جرعه من 10 سنين، لو مش واخد جرعات خالص. طب امال ايه الافتراض الثالث؟ قال لك عيان received less than 3 doses، يعني خد كام جرعه؟ حد او اثنين او ما خدش خالص، خد جرعه شهرين او 4 شهور. طب وانت عرفت منين انه ما خدش جرعه الست شهور؟ هي دي الكلمه، عرفت منين انت ما خدتش جرعه الست شهور؟ انا عرفت منين؟ ازاي ادي الافتراض اللي قائم قدامي ده هيستوري؟ انت تعرفي الهيستوري بتاعك، اتطعمت ست شهور ولا لا؟ كان لسه البامبرز غرقان ساعتها، وبالتالي ما نقدرش نحكم يا ماما، ما فيهاش هزار، الا في حاله واحده اقدر اخد الحكم بتاعي، وهو ده المقصود بيه. بس انتوا مش واخدين بالكم ان الايدج اوف ماي بيشنت 5 مانثس، بس الايدج 5 مانثس. عشان كده انا مش هدي الافتراض ده في اجاباتي، يعني هتلاقي دايما انتي تيتانيك سيرم اكتب يو دي، لكن اوعى تقول له دي. طب سؤال يا دكتور، هو عيان اقل من 3 شهور، اقل من 5 شهور، يعني خد جرعه 2 و4 ما خدش 6؟ الو اشوف ها الو لا 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 لسه في الحصه، انا النهارده عشان اخر يوم جنرال مطول، لسه قدامي ساعه هياكلوني اهو. طيب يلا قربت اخلص. ها طيب في حاجه؟ طيب خير، الله يحفظك. اوكي ماشي عبد. اوكي طبخ ايه النهارده؟ طبخ لنا طيب يس ماشي طيب سلام حاضر، في 50 طالب جايين تومر يا دكتور حاضر. اوكي يلا باي سلام. باي ويلكم يا فندم، تنورينا. تحب الحلو وتز بلبن ولا فار مشوي؟ يا ابني عن خمس، السؤال دلوقتي يا سعاده الباشا، هو مين العيل الخمس شهور اللي حصلت له حادثه؟ واد خمس شهور جاله وند ازاي؟ اديني مثل، ما اديني عقلك يعقل الكلمه الاجابه. وفيري كومن، فيري كومن. ازاي زي عواد 4 شهور ومتعور او 5 شهور؟ قول يا ماما مثل، قول عايز نفسك عبر عن نفسك، قول يا ماما عبري، قولي مثل يلا. ها واد 4 شهور ايه الحادثه اللي تعرض لها؟ وقع من السرير.
وقع من على السرير، وقع من على السرير، نموذج صحيح، وقع من على السرير وارد، وارد وقع من على السرير، نموذج غيره. كار اكسيدنت اجاب وقت 4-5 شهور، شهور يا ماما يعني ما بيحبوش، شهور يعني وقت في 5 شهور كار اكسيدنت مع العيلة ما يكونش اولا اسباب الحوادث اللي شفناها من الشغل يا ماما حكايه يقع على راسه دي وارده حقيقه، بس الاكتر ان الام بتحاول كويس قوي ان ممكن الطفل جاي مصاب باصابه من اخوه الاكبر منه الغيران منه اخوه. وهنا يا جماعه المشكله ان اخوه ما كانش يقصد يعوره، امه في المطبخ واخوه صغير بيحبه الصغنن بيزن، قام الواد متبرع قد كده بتاعه راح ماسك اخوه، الواد عنده سنه ماسك اخوه 5 شهور 4 شهور وماشي كده ايه يا دوبك الواد طوله، عارف انت الحركه دي، طبعا الواد سلت منه كده قام وقع. او في بعض العيال بتسهل بقى تقوم ماسكه الواد من رجل بنطلونه وصاحبه كده في الشقه، انت فاهم ولا لا؟ شوف طفل 4 شهور اخوه ماشي جاي بيه كده وهو ايه، انت فاهم؟ والناس دول ربنا كريمهم يا جماعه، عندها شقه دوبليكس عباره عن درجتين سلم ولاد دين انت متخيل؟ هذه اكتر حادثه، اكتر حادثه بقى بس دي في مصر بس، ها دي في مصر بس، قال لك الاب هو اللي اصاب الطفل. برافو عليك اكسلنت، انت ليكي ذكريات. ايوه اطلع ما بهزرش، اهي يا ماما ذكرياتها بتقول لك عضوا بابا عضوا. يلا قول لنا بقى كم مره بابا عمل لك ساعه؟ ها يا جماعه احنا بنلعب لعبه غبيه، تعال اعمل لك ساعه عضيه وعضه، يقوم واخد الراجل هرمه من هنا يقول بص الساعه اهي. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ما حدش بيلعب يلا اعمل لك ساعه في ايدك غير في مصر، ما حدش بيلعبها غيرنا. يعني ايه تمسك تعض الواد كده ولا تعمل له كده يطلع مثلا 3 شروط يبقى ايه ده مثلا ضابط او مثلا ده. يا جدعان ده احنا الشعب الوحيد اللي واحنا عيال كنا بنلعب لعبه كلكم لعبتوها اسمها عريس وعروسه. لعبت عريس وعروسه وانتوا عيال؟ لعبت عريس وعروسه؟ اهو الدكتور اللي لعبت عروسه، وكان يعادك كده والواد دبه كده اهبل كده ويجيب الواد يقعد يعمل في الرق كده والعروسه ايه واخدها كده، انت فاهم ولا لا؟ ايه ده؟ ايه اللي بنشوفه ده؟ ده مجتمع جيل يطلع بعد كده ينفع مجتمعه؟ ايه ده؟ يا راجل ده مره الراجل جاي بيقول لي ابني يا دكتور واخد هنا، انا لقيت حاجه راشقه في راسه. قال لي والله العظيم يا دكتور انا بهشتكه بس مش واخد بالي ان المروحه شغاله. ماسك لا قطه بطاطا نزع الواد، لا الواد مروحه كلمته. يا جماعه احنا بنهرج يا جماعه الاطفال الصغير، يا ابني الطفل الصغير بيتعرض الاب بيلعب معاه مرجيح، ها ماسكه من دراعاته كده يلا يلعب مرجيح. تخيل بنعمل ايه في العيال؟ ده الواد لو هينطق يقول له بابا كفايه بقى العب انت حمار شويه، انت فاهم ولا لا؟ اذا حوادث الابناء في بيوت اهلهم كتير. وهنا اذا كان كلين وونت حضرتك بتدي له تيتانوس توكسايد، واذا كان العيان هاي ريسك اوف انفكشن بتدي له تيتانوس ايمينوجلوبولين جي وتيتانوس توكسايد. ناو ما هو التريتمنت؟ بنعالج ازاي؟ ادي ده عليك يعني، ده ممنوع يتكتب في اي اجابه الا لو سؤالك تيتانوس. حضرتك علاج التيتانوس بنادي ايمينوجلوبولين جي وانتي بايوتكس اكسجين. انا ما قلتش ها بقول اكسجين اند هيدروجين بيروكسيد. اغسل بميه اكسجين، هو انيروبيك انفكشن يكره مين؟ اكسجين، دي له اكسجين. قال لك البيشنت شود بي بروتكتد فروم اني سادن ماينر ستيمولاي، لدرجه احيانا بنقعده بنربط ايده ورجليه لان اي ماينر ستيمولاي ممكن يشد كانيلاته. حتى التمريض يا جماعه في المستشفى، كنت في النيل بدراوي، التمريض نفسه عارف شاطر بامانه، يعني يجي يدي الحقنه الواد اللي عنده تيتانوس جوه ده ما تدخلش كده بالصابوه بتاعها، ها شبشبه كده تشكا تشكا تشكا، الصوت ده ممكن ينرفزه، تقلع الصابوه بره قبل ما تدخل الاوضه. انت بقى راجل دكتور محترم مش هتخبيه، انت فاهم ده ممرضه عيب كده. ولما تدخل جوه ما تكسرش الامبول قدامه، تخيلوا تبقى مجهزه الامبول من بره لانها ممكن تطق كده. والله العظيم يا جماعه انا ما شفتش احسن من تمريضنا في متابعه الحالات دي. فعلا قلع شبشبه بره، مشي على طراطيف صوابعها. هنا كاتب لك دارك كوايت روم، يقول لك لو قلت دارك اسقطك، لو فاكرينها زمان قول سيمي دارك، لان لو القرعه عتمه انا مش هشوفك، لكن هو سيمي دارك.
يمكن الخطا الوحيد اللي كانوا بيعملوه التمريض ده ربنا يبارك لهم ان هم خارجين كانوا بيرزعوا البيبر اه يختموها بقى بروبر سيديشن بندي سيديشن العيان عايز تقول حاجه من الحمد لله عملت اللي عليه الله يبارك لها قالك وبنسلين الحمد لله خلص الانتي تيتانيك سيرم والجاز جانجرين المحطه بتاعته اقل واضعف قول يا حبيبي اه 10 سنين لو اخدها بس في شرط لازم ياخدها within 6 hour ولاد خدوا بالكم من المعلومه دي لازم ياخدوا الحقنه خلال كام ساعه 6 ساعات اوعى يا دكتور لو عدى عيان 6 ساعات ممنوع ياخد تيتانوس توكسايد هي 6 يا بابا وانتوا لازم يا اولاد تدوا التاتش بتاعكم اعتبرها لمعلومتك وبين من 6 ل 8 هي 6 ساعات قلت التيتانوس ها لا خلاص نو رول تضطر تدي انتي بايوتيك كما لو كان قبل 6 ساعات بس مع عنده مثلا الرجي للتيتانوس توكسايد ال نعم ديب ووند زي ايه صح ستاب ووند في الصاي كراش انجري اوف ذا صاي ماسل ماسل النهارده الماسل كراش انا اقول لك لما اقول كراش يعني في كونتيوزد ماسل عضله متهدكه اعرف ان في اكسترافيزيشن اوف ذا بلاد العيان عنده بلاد لوس ميجور فراكشر فراكشر فيمر مع ميجور بلاد لوس يبقى العيان هيبوك ده ممكن يكون جرح سطحي والعيان عنده هيموراج خلى التيشوز بتاعته اسكيميك عشان كده لك هايبوكسيك تيشوز مش شرط دي بوند فاهمين يا اولاد يا اخوانا مين اللي ممكن يتعور في المدرسه وهو بيلعب ابنك وابنك لما يتعور مش عايز يجي له التيتانوس عشان كده بري سكول توكسايد لازم ياخده انا لما قبل ما ادخل الجيش قبل ما ادخل الجيش لازم اخد تيتانوس توكسايد اروح احارب عدو والنهارده وانا طالع على العدو مكشوف وارد ان انا اصاب طب ولما اصاب يجي لي تيتانوس يبقى العدو مرفعني وانا عندي اوبيسيتونس انت فاهم يا دكتور ما يصير لازم اتعالج انت فاهم ولا لا اوكي الجاز جانجرين اضعف مرض وبصراحه انا عايز اجري بقى ما في امور شرح لا لا نجري بقى شوف يا ابني تعريفك هو 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 بص هو هو ازاي اكيوت نون سبيسيفيك انيروبيك انا اسف اكيوت سبيسيفيك انيروبيك انفكشن كوزد باي كلوستريديا جروب مش كلوستريديا تيتوناي الجروب ده انواع كتير ايه كل اسمها كلوستريديا كلوستريديا دي نوعين كبار قوي ساكاروليتيك وبروتيوليتيك الكلوستريديا جروب ديت يا جماعه هي مش درام ستيك هناك عايشه في انتستين اوف هنا انتستين اوف هورس اند انيمال يبقى الجاز جانجرين وارد انه يحصل من كونتامينيشن ستول عيان تو جروبس بريديسبوزنج فاكتورز قالك برضه نفسه على فكره بالكي باسل اسكيميك تيشو ها بس السطر الاخير ده مهم قال لك لو عيان معمول له اباف ني امبيتيشن لان اباف ني امبيتيشن فيري ريسكي ان كونتامينيتد بالستول بتاعه طيب مود اوف انفكشن عدي عدي ادخل على دي دي الجاز جانجرين كل مشكلته انه بيطلع جازس بيطلع ايه يا ماما جازس 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 الغازات دي تعمل هيموليسيس ميجور هيموليتيك رياكشن تدخل عنك في رينال فيلر فهمني يعني ايه تعمل هيموليسيس بصوا كويس ساكاروليتيك زي كلوستريديوم ويلشي انا حافظ واحد قال كفايه عليا دي بتعمل ايه قال لك بتفرمنت الجلايكوجين بتاع مين بتاع الاسكيميك ماسل طب لما بتفرمنت الجلايكوجين بيحصل ايه قال لحضرتك بتطلع لنا سي او 2 اتش 2 غازات ولا مش غازات غازات ولا مش غازات يبقى في غازات طالعه من الجرح قال لك السي 2 والاتش 2 دولت بيعملوا هيموليسيس للار بي سيز يبدا الار بي سيز يلايبريت بلاد بيجمنت يبدا الجرح يبقى لونه احمر لو لقيت العيان جرح متعفن ومحمر ده عيان عنده ساكاروليتيك انفكشن امال ايه البروتيوليتيك قال لك ده نوع منهم زي كلوستريديوم مثلا هيستولوجيكا ده بيفرمنت بروتينز ولما بيفرمنت بروتينز بيطلع H2S H2S وامونيا غازات ولا مش غازات؟ H2S غازات ولا مش غازات؟ ايوه ف
فاكرين اتش 2 اس راحت البايد الفاسد؟ قال لك يبدا يطلع هيدروجين سلفايد يعمل هيمولوسيس يخرج ار بي سيز. بس هنا بقى في مشكله ان الار بي سيز لما بيفرقع في اير صح، والحديد مع الكبريت الاثنين بينسجموا مع بعض قوي. لو فاكرين زمان قالوا لك ثاني اكسيد الحديدوز مع حديديك الكرتون مع ثاني اكسيد الكرتون، فاكرين المواويل دي؟ يا راجل قال لحضرتك الايرن الحديد مسك في السلفايت عملوا ايرن سلفايت، ايرن سلفايت ده لون اخضر، فالجروح بقى لونها متعفن اخضر، رايحه في بيت فاسد تلاقي جرح كده متعفن ولون اخضر غير واحد متعفن ولون احمر، والاثنين غازات والاثنين انفكشن والاثنين جانجرين، فسمي انفكتد جانجرين كلينيكال. انكيبيشن بيريد بتباري من اورز تو دايز. النهارده استاذنكم في حاجه، لو قلت لي اوكي ممكن ان انا اخلص جاز جانجرين وممكن استوب على كده خلي قبل انفكشن مره ممكن اوكي امري انا موافق، بس هنبدا جي اي تي ايوه بس هتشيلوا كتابين معلش يعني او اتليست يعني الموضوع مش كروته يعني احنا اكشوالي كويسين قوي. يبقى بكره ان شاء الله معادنا نتكلم فيه بكره قصدي الاسبوع الجاي شوكو زرقني كده ليه؟ الاسبوع الجاي نبدا بيها الانفكشن ونكمل ان شاء الله امراض اسافجس. طيب ماشي العينين دول كلينيكال يعمل ازاي؟ بص شكل الجرح، ايه رايك شكل الجرح؟ ايه رايك هنا؟ حضرتك الجرح ده بيتميز عن الجرح الطبيعي بان فيه جاسس، تحط ايدك كده تلاقي ايه؟ طقطقه يا نهار طقطقه كريبيتاس. قال لك في بالر وفي تاكيكارديا ليه؟ عشان هيمولسيس. في جوندس عشان هيمولسيس. يور بيشن مي بي شوكت هيمولسيس. الجرح سوالي كريبيتاس طقطقه ولونه يخضر يحمر. Differential diagnosis مشطوبة. How can you prevent and how can you treat؟ يلا ولاد محطتنا الأخيرة. حصان طيبين، خلصنا. مش محتاجين نبص في امتحاناتنا، هو سؤال واحد. How can you manage hand infection؟ بس أنا هعلمكم يعني إيه بارونيكيا، بالب سبيس، ويب سبيس انفكشن، ميد بال، مارتينو ساينوفاي، هتقعد شوية حركات الإيد، وبصراحة أنا مخليها الأسبوع الجاي مش عدد ورق. أنتوا هتشتغلوا طوارئ hand infection. ده اكتر حاجه تشتغل. صنايعي داخل عليك كل عامل بتاعه وعامل محاره وعامل بتاعه وزي تفتح وزي فاهمين يا اولاد؟ لا 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 لا. لكن الجهاز كان جرين ايه يا عم ده؟ ماشي. تعمل ايه؟ بص الجمله دي. انا كنت زيكم 96 قاعد على الكرسي بسمع محاضرات جراحه. والله العظيم والله العظيم كنا بنذاكر انتي جهاز جنجرين دي صفحه من البوليفيلنت نديز زي بتاع الجهاز جنجرين. نزل كتاب اسمه قصر عين في نص السنه. نزل بيقول انتي جاز جانجرين نوت يوزد ان مودرن سيرجري. والسؤال اللي جالي سنه 96 ايه البريفنشن والتريتمنت للانتي جاز جانجرين عشان يشوفوا مين اللي مش هيكتبه ويقول انتي جاز جانجرين نوت يوزد ان مودرن سيرجري، يبقى ده اقرا كتاب الاسم الجديد وخلاص. وبعد ما كنت كاتب في كتب زمان بقى فور انتي زي ما كنت بتقعد بقت هي 3 انتي. انا عندي في المستشفى تيتانوس توكسايد ما عنديش جاز جانجرين. And so not using nowadays. عموما انا الهدف كله انت بتكره ايه؟ اوكسجين. ايه دي اوكسجينيشن؟ ايه دي سترونج انتي بايوتكس؟ ديبرايد. لدرجه لو عايز تعمل تريتمنت بنعمل له حاجه اسمها جلسه اكسجين. فريش بلاد عشان هيموليسيس يا دكتورتنا وبنعمل له جلسه اوكسجين. جلسه اوكسجين انتوا عارفين الصوره اللي قدامكم دي ايه؟ فاهمينها؟ ده سرير ومخده. السريرة دي سرير ومخدة حاجة كده زي الترابيزة. العام بينام وادي المخدة بتاعته وبتقفل عليه. حضرتك الأوضة دي ضغط الأكسجين فيها 3 مرات الضغط الخارجي. طبعا نفسه ما يستحملش. فأنت بتدي له أكسجين ماسك، يعني هو جوه بيحط أكسجين ماسك عشان ياخد الأطول. وجرحه عريان عشان ياخد جلسة الأكسجين. وبتغسله بميه اكسجين قبل ما يدخل. يعني بتغسله بميه اكسجين وبتحطه في اوضه الاكسجين 3 مرات في 3 اتمز اوتسايد وبتدي له اكسجين ماسك. والاكسجين ماسك على فكره مش عشان لانجو بس، انت لو قاعد باكسجين ماسك انت بتزود الاكسجينيشن للتيشوز بتاعتك. طبعا كل دي اسمها جلسه اكسجين.
يروح ياخد جلسه. قال لك الجلسه ديت ممكن ياخد من 3 ل 5 جلسات، الجلسه ممكن تقعد لها 6 ساعات بتهيأ يعني، او ساعه ساعتين، كل 6 7 ساعات ياخد له جلسه، على ما ضل 10 5 جلسات يخف كده يا يعني. جلسات اسمها جلسات اكسجين، ده بحكي لكم عنه، ده مش موجود خلاص، مش موجود. طب والناس دولت لوكالي، نظف جرحك، اكسايز وديبراي، والفشل كومبارتمنت افتحها، ولو عامل امبيتيشن لازم تاخد بالك من الانفكشن اللي يجي، لان ده موجود عند الاستول. دايفيرتنج كلوستومي دي افهمها لكم، بيجوا لبعض الحالات عامل امبيتيشن، خايف من ايه؟ من الاستول بتاعه، او معامله كلوستومي، اغير له مسار البراز عشان يخرج من باج ويجمع البراز بعيد عن الجرح بتاعي، خوفا من هذا الجاز جانجرين اللي ممكن يحصل له. الحمد لله تم، الحمد لله بفضل الله قصتنا النهارده. اشوفكم يوم الاحد على خير يا اولاد، شكرا. شكرا. الخمس جمل يا اولاد نزلهم يا توت كبير.